سؤال لطيف. أحد الإخوة له شركة عطور في أوروبا، ومن برامج تلك الشركة أنها تقوم بالدعاية. هذا الشخص متعاقد مع شركة للتسويق والدعاية، ليس هو الذي يتولى التسويق والدعاية، شركة أخرى تفعل هذا، لكن هذه الشركة التسويقية من جملة ما تقوم به من دعاية، دعاية في احتفالات أعياد الميلاد الكريسماس، سوق للمشترين، وهذه الدعاية تشمل التحفيز والعروض والهدايا من منتجات هذه الشركة وغيرها. الأخ يقول إن انسحب من هذه الشركة لتقوم ببرنامج تسويقي شامل على مدار العام، ليس خاصا بالتسويق لأعياد الميلاد، شركة التسويق تتولى التسويق كله على مدار العام، إن انسحب سيتضرر تضررا فادحا. فيقول أعمل إيه؟ نقول له أولا إن بيع العطور والترويج لذلك لا حرج فيه في ذاته ما لم يتحقق من إفضائه إلى معصية، وارتباط التخفيضات والهدايا بأعياد الميلاد هذا هو موضع النظر. فقد تحدث أهل العلم عن الحرج في الإهداء إلى المشركين في أيام أعيادهم والبيع لهم فيها، أن يبيع لهم ما له خصوصية بتلك الأعياد، جاء في الإقناع من كتب الحنابلة ويحرم شهود عيد اليهود والنصارى وبيعه لهم فيه ومهاداتهم لعيدهم. لكن مما يقابل هذا في موقفنا هذا أن يقال هذه سياسة تسويقية عامة لهذه الشركة لا ترتبط بهذه الأعياد في ذاتها، بل ترتبط بكل المواسم والمناسبات التي يكثر فيها الشراء، كابتداء العام الدراسي وعودة الأولاد إلى المدارس أو انتهائه وبدء الإجازات الصيفية ونحوه وما يلزم لذلك من مستلزمات تسويقية وما يقتضيه من سياسات تخفيضية. العطور ليست لها خصوصية ارتباط بأعياد الميلاد، ليست كالشموع، ليست كأشجار الزينة التي تزين بها البيوت بمناسبة أعياد الميلاد ونحو ذلك مما يرتبط ارتباطا مباشرا بهذه الأعياد، فليس في ذلك إعانة مقصودة أو مباشرة لما عليه القوم من باطل في أعيادهم. فالذي يظهر أن الأمر لا يخلو من شوب من الكراهة، ولكن الكراهة تزيلها الحاجة، فإذا ترتب على ترك ذلك أضرار بينة للشركة فأرجو أن يكون في موضع الرخصة، والله تعالى أعلى وأعلم.